أتعلم أتعلم أتعمل أعمل أعمل مع أسرتي لننظف 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 البيت في يوم العطلة معا بعضهم يكنسون ساحة بعضهم يرتبون غرفة وبعضهم يطبخون في المطبخ بعد ذلك أغتسل في الحمام كي بدني ريان بعد ذلك أنسي أن تعلم أنسي أن تعلم لغة العربية مع صديقي في سحاب البيت ثم أذهب إلى المطبخ لأطبخ الرز الإدامة والخضروات بعد انتهى جميعا أقدم مأكولة في غرفة الأكل ثم أدعو أمي أدعو ثم أدعو أمي وأبي وإخواني لنأكل معا بعد انتهى نأكل معا ننظف جميعا